مفيش اي حاجه. Thank you.
لان هو بصراحه التعليم معانا السنه اللي فاتت، فكان لازم ان احنا نعمل حاجه زي كده عشان نحطهم كبير علينا. ما تروحش تلعب بينج. ايوه الفكره يا حبيبي. لا يشكر للناس، لا يشكر لله. فكل واحد هو عايش في حد يشوف مين اللي فضل عليه ويشكره، عشان كده احنا ده